أهلا بكم شباب، دي المحاضرة الثالثة في مادة Environment and Evolution. معاكم دكتور أحمد عمرو. هنكمل الشابتر بتاع الـ Evolution، وكان بيتكلم على الميجر إيه المصادر الأساسية للملوثات. كان رقم خمسة عندنا إيه الـ Particle Matter، زي الـ Aerosol وزي الـ Dust Storm. طيب ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن الجزيئات الصغيرة جدا او نقط المية الليكو دروبلت الصغيرة العايمة في الهواء، زي القش والسوت والسموك والسبورس اللي هي الجراثيم. برضو عندنا السويل اروجن والساند ستور، ديت برضو ايه بتنتقل عن طريق الهواء وتمشي مسافات كبيرة جدا، وبتجيلنا المدن والأماكن اللي احنا عايشين فيها وبالتالي تأثر علينا. مثال على ذلك الإيه في الربيع بيجي علينا رياح محملة بالأتربة من الصحراء الشرقية. طبعا الكلام ده كل الأيروسولز بتأدي إلى إن الرؤية بتضعف، وبالتالي ممكن تعمل حوادث، وكمان عينينا بتتأثر وبتلتهب. الجزيئات اللي منها بقى اللي أقل من 2.5 مايكرومتر بتدخل الرئة بتاعتنا وبتعمل لها دامج. دي صورة للستورم للدست ستورم، تنتقل مسافات كبيرة جدا. في بعد كده المصادر الأساسية ليها في المدن هي الانبعاثات اللي طالعة من مداخل المصانع ومحطات التوليد. بتسبب لنا ايه؟ بتسبب لنا لانج ريتنت اللي هو ضيق التنفس، و significant lung damage، وكمان بتدمر الرئة. في برضه من ضمن الحاجات المؤثرة جدا ولكنها ثانوية اللي هو السلفيتس والنيتريتس. دي برضه بتتكون ولكن مش بطريقة مباشرة، بتتكون في الهواء عن طريق تفاعلات. المصادر الأساسية للبارتيكل ماتر من الطبيعة ما عدا المدن. في المدن بيبقى مصدر الأساسية هي الأنشطة الصناعية اللي هي الأنثروبوجينيك أكتيفيتيز. طبعا تقليل من هذه المواد بيحافظ لنا على الحياة عموما، سيف هيومن لايف. رقم ستة الهيفي ميتالز. الهيفي ميتالز زي الميركوري، زي الليد، زي الزرنيخ اللي هو الأرسنيك. المواد دي خطرة وسامة جدا، وتقدر تضيف في المية او يمتصها النباتات والحيوانات، واحنا ناكلها كالبشر او الحيوان ياكلها، وبالتالي بتاثر على صحتنا وعلى حياتنا بعد كده، وبتاثر على مخنا وعلى النيرف سيستم بتاعنا وجهازك العصبي، كل حاجه مؤثره جدا ومدمره يعني. الصوره هنا لأناس كانوا بيشربوا ميه دايب فيها زرنيخ، شوف هي عامله فيه بجلدهم. الفاين هيفي ميتلز بتدوب وممكن تدخل جسمنا عن طريق الايه السي فود، وبتسبب لنا سترونج دامج اوف هيومن نيرفس سيستم في الجهاز العصبي بتاعنا. الليد نفس القصه، كيسنج مين بروبلمز تو نيرفس سيستم. الميركوري زي الليد بالظبط، اللي هو بنقول عليه نيوروتكسن سم عصبي، بيعمل ايه؟ بيأذي المخ وهو بينمو، اللي هو عند البيبيز الصغننة والفانتس اللي هو الرضع، وكمان بيأذي الشباب الصغير المراهقين، وبيسبب لهم فقدان الذاكرة وارتفاع ضغط الدم. في بعد كده رقم سبعة الهالوجينز، الفلوراين، كلوراين، البروماين. طبعا دي مواد برضه خطر جدا، وبتطلع عند ستراتوسفير وبتقلل تكون الاوزون وبتاثر على الاوزون لاير. في ماده اسمها سي اف سي اس اللي هي الكلورو فلورو كاربونز، ديت بتطلع كلوراين وفلوراين، وزي ما قلنا بيطلع في الايه في طبقه الستراتوسفير وبتاثر على الاوزون لاير. الاوزون لاير طبعا مهمتها ان هي بتحافظ على الحياه، بتحافظ على الارض من الالترا فايلوت راديشن. المواد اللي هي سي اف سي اس ديت مجرمه في الدول المتقدمه، وبدات الدول الناميه كمان تجرمها،
ولكن يعني للأسف ما زالت تستخدم في بعض الصناعات الصغيرة زي الريفريجريتورز والبروبلانتس. ندخل على الرقم 8، الأسيد رينز. الأسيد رينز زي ما انتم عارفين بتتكون نتيجة تصاعد السلفر دايوكسيد والنيتروجين أكسيد فوق لأعلى، والرياح تنقلها بعد كده، تبدأ تقابل سحب تزوج في المية بتاعت المطار، تنزل لنا على الأرض تاني في شكل أسيد رينز. الحمودية بتاعتها عالية أو البي اتش بتاعتها أقل من 5، بتأثر ليه على المية بتاعت الأنهار والبحيرات، وبتأثر على كل الحياة، جميع أشكال الحياة، النباتات، الأسماك، الحيوانات، وكمان المباني والآثار. هنا الآثار هي بيحصلها تأكل نتيجة الإيه الأمطار دي، الأسماك بتموت وهكذا النباتات. كمان بتعمل لنا سموج وهيز، بتعمل لنا ضباب وبتقلل الرؤية، بتبوظ المباني وبتعمل تآكل لللايمستون، وبتعمل كرودنج اوف ستيل، بتعمل الحديد بيصدي وبتضعف الخرسانة، وبالتالي المبنى كله بيضعف، وكمان بتضعف الطرق وبتضعف الكباري. في بقى secondary pollutants زي بتيجي نتيجة تفاعلات chemicals and photochemicals reactions from the primary pollutants، بتيجي نتيجة اللي هي primary pollutants اللي احنا خدناها قبل كده. أمثلة عليها sulfuric acid و nitrogen dioxide و الأوزون. الاتنين دول طبعا زي ما انت شايف اهوت مكوناتهم الأساسية هو السلفر والنيتروجين. دول بيطلعوا في عند درجات حرارة معينة، ان احنا قلنا النوكس بيتكون عند درجات حرارة معينة، وديت برضو بتتكون مع الأحماض اللي بتتكون مع الأمطار. في بقى الأوزون اللي هو الأسري، ده مفيد جدا في طبقة الإيه في يعني لو لا اللي هي في طبقة الستراتوسفير. أما الأوزون لو موجود في الهواء اللي احنا بنتنفسه طبعا ده بيعمل مشاكل كبيرة ان ستراتوسفير بروتكت اجينست الترا فايلوت راديشن، ولكنها في الهواء بتاعنا اللي احنا بنتنفسه بتعمل سموك ودامج لانجز، بتاثر لنا على التنفس بتاعنا وعلى الرئه، بتعمل سموك. برضه ممكن فوتوكيميكال اوكسيدنت بروديوسد باي سان لايت اكتنج اون سيفرال برايمري بوليوتنس، اشعه الشمس بتاثر على البرايمري بوليوتنس وبتعمل لنا تفاعلات بتطلع لنا السكندري بوليوتنس. طبعا تأثيرها الأساسي على الرئة بتاعتنا بتضرها جدا، وعلى نظام التنفس بتاعنا، وعلى العين بتعمل لها التهابات، وكمان بالنسبة للربر بتدمره وبتدمر الرسم أو اللي هو إيه أشكال المباني، يعني بتدمر اللي إيه أنت مثلا عندك مبنى واخد شكله معين وانت دهنه بدهانات معينه، بكل ده بتدمر. طبعا المصادر الاساسيه اللي هي السيارات، يليها الايه يليها المداخن بتاعه المصانع. ازاي بقى نعمل كنترول على البليوشن ده؟ اولا انت عارف احنا مثلا عندنا في مصر هنا في عندنا وزاره البيئه. وزاره البيئه ديت مهمتها ان هي بتراقب وبتتاكد ان كل المنشات الصناعيه لها عندها ماشية تبع الستاندرد بتاع المنشأة أو المؤسسة دي، علشان ما يضرش البيئة بشكل مباشر. هو طبعا في ضرر، ولكن بنحاول نعمل كنترول ونقلل الضرر ده. نقدر نعمل ريجوليشن من اوتو اندستري، نتحكم في نعمل ريجوليشن على الاندستري ونراقبها. وبرضو الفاينز بنعمل يعني قوانين وعقوبات عشان ايه اللي ما يطبقش القوانين بتاعه وزاره البيئه مثلا ايه يشيل العقوبه دي، ممكن المصنع يقفل كمان. نعمل تحويل من هاي سلفر كول تو لو سلفر كول، في فحم نضيف وفي فحم مضر جدا. هو طبعا الفحم بطبيعته مضر، ولكن في فحم يعني اقل ضرر، فاحنا بنتحول من الفحم اللي هو فيه سلفر كتير ده بطل نستخدمه، ونستخدم الفحم في اللي مفيش فيه سلفر، اللي فيه سلفر قليل. برضه ممكن نعمل سويتش تو اويل
جاز ويند سولار ونيوكلير باور، بدل ما نستخدم الفحم يا ريت نعمل ايه، نعمل سويتش للاويل، وده اللي بيحصل دلوقتي. طبعا لو عملنا اكتر كمان سويتش للويند والسولار دول احسن كمان، لان ديت مصادر طبيعيه ورينيوبل وما بتاذيش البيئه نهائي. دي بعد كده much of regulation done under supervision of agencies over the world، في مؤسسات هي اللي بتراقب الكلام دوت وتحت اشرافها. وبتعمل ايه بقى المؤسسات ديت؟ all sources subject to ambient air quality regulation، كل المصادر بتاعه الملوثات ديت لازم ايه تكون بتحاول تحافظ لي على الاير كواليتي، يعني تقللها على قد ما اقدر. لو في new sources لازم تكون تحت stringent control. لو في بقى مواد خطرة لازم وبتقلل الرؤية لازم ايه نوقفها خالص. هنبدأ بعد كده ننتقل الى شابتر 3، وقبل ما ننتقل لشابتر 3 عايز اوريكم فيديو صغير كده على الاير بوليوشن. Air pollution consists of chemicals or particles in the atmosphere that pose serious health and environmental threats. But what causes air pollution and what does it mean for our planet? Some air pollution comes from natural sources like volcanic eruptions, wildfires, or allergens. But most air pollution results from human activities, such as energy use and agriculture. There are different types of human-made air pollution. When we burn fossil fuels to produce energy, they release greenhouse gases into the air. These emissions, such as carbon dioxide, methane, nitrous oxide, and fluorinated gases, trap heat from the sun in Earth's atmosphere, leading to a rise in global temperatures. This creates a cycle where air pollution contributes to climate change, and climate change creates higher temperatures. In turn, higher temperatures intensify some types of air pollution. For example, climate change increases smog because it forms in the presence of high heat and increased levels of ultraviolet radiation. More frequent extreme weather, such as flooding, contributes to damp conditions and therefore to a rise in mold. Warmer weather also leads to longer pollen seasons and therefore more pollen production. Smog is a type of air pollution that reduces visibility and has serious health effects. Smog can be divided into two categories, sulfurous and photochemical. Sulfurous smog is made up of chemical compounds called sulfur oxides. It occurs when burning sulfur-bearing fossil fuels such as coal. Photochemical smog, also called ground-level ozone, is a result of the reaction between sunlight, nitrogen oxides, and volatile organic compounds. Nitrogen oxides come from car exhaust, coal power plants, and factory emissions. Volatile organic compounds are released from gasoline, paints, and many cleaning solvents. Smog not only creates a brown haze that reduces visibility, but also harms plants, irritates the eyes, and causes respiratory distress. Another category of air pollution is toxic pollutants. These are chemicals such as mercury, lead, dioxins, and benzene that are released during gas or coal combustion, waste incineration, or burning of gasoline. In addition to adverse environmental effects, toxic air pollution can cause serious health problems such as cancer, reproductive complications, and birth defects. While air pollution has many consequences for our planet, there are solutions. We can limit toxic pollutants, smog, and greenhouse gases by decreasing the use of fossil fuels, such as in transportation, manufacturing, and electricity generation. Reducing air pollution not only contributes to a cleaner environment and better human health, but can also slow the rate of global warming. Thank you.
طبعا يعني في نهاية الشابتر ده أقدر أقول لكم إن تحول البشرية واتجاهها نحو الـ Renewable Energy هو الحل، إن إحنا لازم، وده المفروض اللي هيحصل في المستقبل، لأن الأرض تعتبر في خطر من الأنشطة الصناعية، والمفروض إن إحنا بنحافظ على النباتات، نحافظ على الغابات، يعني الكلام ده مهم جدا، وكمان بنتجه إلى بنبعد عن المصادر التقليدية للوقود زي الوقود الأحفوري اللي هو الغاز والبنزين والسولار والوقود الطيارات والفحم، كل ده وقود مدمر وبيأثر على البيئة وبيعمل لها تلوث. المفروض نتجه نحو الايه، الرينيوبل انرجي زي الويند انرجي، زي السولار انرجي، زي ال في بقى في حاجات كتيره تانية، انواع تانية يعني بدون ذكر اسماء، ولكن دول اهم ايه، اهم مصدرين للرينيوبل انرجي. بعد كده ننتقل على الشابتر اللي بعده اللي هو الجاز ميكشر. الجاز ميكشر لو انا عندي جاز ايه اسمه ايه، وجاز تاني اسمه بي، وجاز تاني اسمه سي، والتلاتة مختلطين ببعض دول اسمهم، او اتنين بس اسمهم جاز ميكشر. طيب البروبرتس بتاعت ايه والبروبرتس بتاعت بي والبروبرتس بتاعت سي، اقدر من خلال التلاتة دول اطلع البروبرتس الجديدة بتاعت الميكشر. تعالى بس نشوف امثلة. لو انا عايز اجيب الماس، الام بتاعت الميكشر هتساوي الام اي زائد الام بي زائد الام سي، فبتساوي مجموع الام. المول نمبر اوف ميكشر اللي هو الان كابيتال ام بتساوي برضو المول نمبر بتاع اي زائد المول نمبر بتاع بي زائد المول نمبر بتاع سي. طبعا القوانين دي مهمة جدا عشان نحل المسألة بتاع الشكل الاولاني. في بعد كده علشان اعرف الكومبوزيشن بتاع جسم ميكشر لازم استخدم طريقتين، يا اما الماس فراكشن اللي هو اللي بنرمز لها بالام اف اي، او المول فراكشن اللي هو الواي اي. تعالى نشوف المول فراكشن. المول فراكشن هو ايه؟ هو النمبر، مول نمبر اوف كومبوننت على المول نمبر اوف ميكشر. يعني مثلا لو انا عندي غاز ايه موجود في وسط غاز ايه وبي وسي، عايز اجيب المول نمبر بتاع اللي عايز اجيب المول فراكشن بتاعه، اجيب اعمل ايه، اخد المول نمبر بتاعه هو لوحده على مجموع المول نمبر بتاع الايه، الميكشر كله. وبالتالي المول فراكشن ده بنرمز له برمز واي اي، ومجموع المول فراكشن بتاع العناصر كلها اللي في الميكشر بتساوي واحد. تعال نشوفها ازاي. ادي مثلا لو خدنا سيجما المجموع بتاع الواي اي لكل العناصر هتساوي مجموع اللي احنا قلنا هو بيساوي، اصلا بيساوي الان اي على الان ام. لو جمعنا طلعنا بره الان ام بره في المقام وخدنا مجموع الان اي هطلع في الاخر ان ايه، مجموع الان اي هي الان ام، ان ام على ان ام هتساوي واحد، يبقى مجموع المول فراكشن بيساوي واحد. نفس القصة لو احنا عايزين نجيب ماس فراكشن، الماس فراكشن بتساوي الماس اوف كومبوننت على الماس اوف ذا ميكشر، وبنرمز لها بالايه، بالام اف اي. نفس القصه مجموع الماس فراكشن بتساوي واحد، الماس فراكشن الاي زائد الماس فراكشن بتاع بي زائد الماس فراكشن بتاع سي يساوي واحد. طيب بالنسبه للمولوكولار ويت، المولوكولار ويت بيساوي الماس على المول، المول نمبر، ودول برضو ايه، ده قانون مهم. طبعا احنا عندنا الجاز ميكشر كونستانت بيساوي الار بتاعت الميكشر هتساوي الار يو على الام كابيتال ام، اللي هي الار يو اللي هي اللي هي يونيفرسال جاز كونستانت، وده ثابت يساوي 8.314 كيلو جول كيلو مول على الكيلو مول كيلو. واللي هنا ديت المولوكيولار ويت بتاعت الايه، الميكشر. انا لو عايز اجيب الميكشر جاز كونستانت بجيبها عن طريق الايه، اليونيفرسال جاز كونستانت، وعن طريق المولكولار ويت اوف ذا ميكشر. لو عايز اعمل اي اناليسز للميكشر لازم امشي في اتجاه من الاثنين دول، يا اما امشي في اتجاه الماس جرافيمتريك اناليسز او امشي في اتجاه الفولومتريك اناليسز. بحدد من الاول انا همشي في انهي اتجاه،
وابدا اي مثلا لو هنعمل جيومتريك اناليسيس ابدا اجيب الايه المول نمبر والمول فراكشن والمولكولار ويت وابدا اجيب كل امشي القانون بتاعتي على الفوليومتريك اناليسيس. لو انا عايز اغير من لو انا مثلا في المساله من او معطى عندي من ماس فراكشن وعايز اخليه عايز استخدم المول فراكشن بستخدم القانون اللي هو واي اي بتساوي الام اللي هي الماس على المولكولار ويت بتاعت العنصر كل ده مقسوم على المولوكيولار ويت بتاع الفراكشن بتاع الميكشر. في بقى اليونتس اوف بليوتنت كونسنتريشن. طبعا احنا عايزين وحده تعرف لنا قد ايه الهواء او الميه فيها ملوثات. طبعا احنا عارفين ملوثات بتبقى موجوده بكميات صغيره جدا نيجليجيبل فراكشن، ولكن الكميات الصغيره ديت مؤثره بشكل ضار. وليكن لو انا حطيت نقطه سم في كوبايه ميه، هي 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 السم كميه قليله جدا في قلب كوبايه الميه، ولكن نقطه السم ديت لو حيوان او انسان شربها ممكن يموت. يبقى عموما الملوثات نسبتها صغيره قوي بتاثر على صحه الانسان، وبالتالي لازم الوحدات اللي هنستخدمها هتبقى وحدات صغيره جدا وبتعبر عن الكميات الصغيره دي، والكميات الصغيره ديت غير ملحوظه اصلا. فعندنا في وحدات بارت بير مليون، جزء في المليون، يعني جزء من الملوثات لكل مليون جزء من الهواء. في برضه بارت بير بليون، وفي ماس بير يونت فوليوم اوف جاز اللي هي سي ماس از ام جي بير متر كيوبيك متر. طبعا بارت بير مليون دي اكتر حاجه مستخدمه، و يعني بتقيس حاجات صغيره جدا ولكن هي مؤثره و ويعني غير ملحوظه. لو احنا عايزين نجيب بارت بير مليون بنجيب المول فراكشن ونضربه في 10 في 6 نضربه في مليون يديك الايه كام بارت بير مليون مثلا لغاز ثاني اكسيد الكربون في الهواء اللي مش عارف للغاز اول اكسيد الكربون وهكذا. في بقى ننتقل على الكومبشن كيميكال رياكشن. انتوا عارفين طبعا ايه الكومبشن دوت، تعريفه باختصار كده رياكشن ذات انفولف ذا رياكتنت رياكتنج ويز اكسجين ار كولد كومبشن رياكشن. اي مواد بتتفاعل مع الاكسجين وتنتج حراره ده اسمه كومبشن كيميكال رياكشن. علشان يتم اي كومبشن او احتراق لازم المثلث ده لازم يكون موجود. مصدر الوقود اللي هو مثلا الفحم، ولازم يكون موجود اكسجين، ولازم يكون في بدايه الشراره او الهيت. كل ده في الاخر ينتج لنا ايه كومبشن. نفس القصه عند خشب مثلا، لازم يكون فيه ولع مع الخشب ولازم يكون فيه اكسجين. فعامل الاكسجين لو انا مثلا جبت شمعه ومولعه وحطيت عليها كوبايه مقلوبه وسبتها شويه، الشمعه هتاخد كل الاكسجين اللي في الكوبايه وبعد كده تنطفي. الكومبشن رياكشن ار ايه اكسوثيرميك. طبعا احنا عارفين ان هو طارد للحراره، اي احتراق بيبقى طارد للحراره. طيب التفاعل بتاعه بيبقى دايما ايه معظمه كربون بيتفاعل مع الاكسجين فيديك ايه؟ يديك اللي هو السي او 2 اللي هو الكربون دايوكسيد، وطبعا بيديك ايه؟ انرجي. في طبعا الوقود، اي وقود في الدنيا لازم يكون في كربون ولازم يكون في هيدروجين، عشان كده بيسموه هيدرو كربون. فهنبدا نشوف بقى الايه؟ التفاعل بتاع الايه؟ الوقود مع الاكسجين. طبعا الماس اوف اتش اليمنت از كونسيرفد ديورنج ذا كومبشن. كل الماسز اللي موجوده في الكومبشن ديت ما بتختفيش. الماده لا تفنى ولا تستحدث من العدم زي الطاقه برضه. فالماس كونسرفيشن الماس اللي كانت في البدايه هي نفسها الماس اللي في النهايه، فالماس بتاعت البرودكت هي نفسها الماس بتاعت الايه الرياكتنت، ولكن بتبقى في شكل مختلف، ممكن تبقى في شكل غازات، تبقى في شكل اش اللي هو الرماد اللي هو نتيجه الاحتراق وهكذا. طيب لو شفنا مثال المثال اللي هو سي اتش 4 زائد او 2 هيدينا ايه؟ الكربون هيتفاعل مع الاكسجين هيدينا CO2، والهيدروجين هيتفاعل مع الاكسجين وهيدينا ميه H2O. يبقى دي كده ايه مثال على احتراق الميثان. كومبشن لو احنا افترضنا ان يعني هو الهواء اصلا بطبيعته فيه 21% اكسجين و79% نيتروجين، طبعا مش بالظبط ولكن احنا ايه بنقرب الارقام. وبالتالي لكل مول من الاكسجين
كل مول من الاكسجين احنا عايزين احنا يهمنا الاكسجين، فلا واحد مول من الاكسجين يطلع لنا ايه 79 على 21، 79 على 21 يديك 3.76. ده يعني لو كل مول اكسجين خدناه من الهواء لازم يكون معاه في الهواء 3.7 مول من ايه من النيتروجين. طيب يبقى واحد مول اكسجين ريكفرد ايه 3.7 مول اوف نيتروجين، وبالتالي هو المكون ده هو 1 زائد 3.7 يديك 4.7، ده الهواء نفسه بقى. يبقى 4.7 ده الهواء، في 1 مول اكسجين وفي 3.7 نيتروجين. لو جينا بقى شفنا معادله زي مثلا قلنا الكربون تفاعل مع الاوتو، طيب الاوتو ده ما يبقاش لوحده لازم يكون جوه الهواء، فعشان كده الهواء اللي هو ده الهواء عبارة عن ايه؟ واحد مول مثلا لو انا خدت واحد مول من الهواء عبارة عن واحد مول اكسجين و 3.76 نيتروجين، هيديك في الاخر سي او 2 زائد 3.76 نيتروجين ان 2. يبقى عايزين نتعلم ازاي المعادلة نوزنها. طيب في مصطلح مهم جدا اسمه ستيكيومتريك اير اور ثيوريتيكال. طيب ايه هو ده المصطلح دوت؟ ده عبارة عن ايه؟ اقل كمية هواء محتاجينها علشان نحرق 1 كيلو جرام اوف اني هيدروكربون، يعني عشان نحرق 1 كيلو جرام من الوقود محتاجين كمية اقل كمية هواء قد ايه؟ هو ده الاستيكيومتريك اير او الثيوريتيكال اير. تمام؟ طيب لو احنا خدنا هواء اكتر من كده بنسميه اكسس اير او اكسس اكسجين. في مصطلح تاني اسمه الاير تو فيول ريشيو، الاير تو فيول ريشيو بنرمز له بالرمز اي اف، يساوي الماس بتاعت الاير على الماس بتاعت الفول. طب لو عكسنا الفول تو اير ريشيو، الفول تو اير ريشيو هي الماس بتاعت الفول على الماس بتاعت الاير. تمام؟ طيب الثيوريتيكال او الاستيكيومتريك اير تو فيول ريشيو هي عباره عن ايه؟ عباره عن 4.7 مول اوف اير فور بيرنينج 1 مول اوف كربون. لو احنا هنمشي بالمول بوحده المول الاير تو فول ريشيو محتاجين 4.7 مول من الهواء علشان تحرق لنا 1 مول من ايه؟ من الكربون. وبالتالي ليه بقى؟ عشان انا بس عايز 1 مول بس اكسجين، عشان اخد 1 مول اكسجين لازم اخد ايه؟ 4.7 هواء. في التفاعل لما يكون كامل بنسميه كومبليت كومبشن. طيب الطبيعي ما بيحصلش كده، طبيعي لا، عشان اعمل تفاعل كامل لازم اخد هواء اكتر من الايه؟ من الاستوكيومتريك اير دي، يبقى لازم ادخل هواء على التفاعل اكتر من الكميه النظريه علشان يحصل تفاعل كامل، لان مش كل الهواء اللي انت هتدخله هيوصل للوقود ويتفاعل معاه، وبالتالي لازم ادخل كميه هواء اكتر علشان اتاكد ان حصل كومبليت كومبشن. طيب تعالوا نوزن معادله اللي هي البروبان، يعني الاحتراق بتاع البروبان. تعالوا نوزنه، البروبان رمزه C3H8، بنحط له هواء عباره عن O2 زائد 3.76N2، لازم دول يكونوا جوه القوس، ما نعرفش هنا كام، ما نعرفش هنا كام لسه. طب نتائج التفاعل ايه؟ C هتبقى تديك CO2 والH هتديك H2O والنيتروجين هيطلع زي ما هو نيتروجين N2. عايزين بقى نوزن المعادله ديت، عشان نوزن المعادله في شويه طرق. اول حاجه set the number of moles of the fuel equal to 1. الفول حاول تخليه اللي قدامه هنا واحد، ما تخليش هنا ارقام يعني. تمام؟ بعد كده بالانس السي او 2، ابدا شوف السي او 2، يعني شوف هنا كام سي وشوف هنا كام سي، وابدا مثلا هنا 3، طب هنا يبقى في هنا 3 قدام. تمام كده؟ بعد كده اعمل بالانس الاتش 2 او عن طريق الاتش، في هنا كام اتش؟ في 8، في هنا 2، يبقى محتاجين هنا 4. بعد كده اعمل بالانس مع الاكسجين. في النهايه خالص اخر خطوه تعمل بالانس مع اي نيتروجين. تعال نشوف كده نطبق الكلام ده. هنا انا ما اعرفش الارقام اللي لسه قدام، هنا ادي السي 3 واتش 8. اول حاجه نعمل ايه؟ بالانس مع كربون، هنا 3 كربون في الشمال وفي اليمين في هنا واحد، يبقى لازم اضرب في 3 بره، يبقى لازم اضرب في 3. طيب تعالى بعد كده نعمل ايه؟ بالانس مع الهيدروجين، في هنا 8 وفي هنا اتش 2، يبقى لازم اضرب هنا في كام؟ في 4. تمام. نبدا بعد كده ندخل على الاكسجين، هنا كام اكسجين الناحيه دي؟ 4، وهنا 3 في 2 ب 6، يبقى 4 و6 10. طب هنا في 2 بس، يبقى محتاج احط هنا كام؟ 5، حطيت 5. طيب فاضل ايه؟ فاضل النيتروجين،
نيتروجين هنا معرفش هنا كام، بس في 2 هنا 5 في 3 7 هتضرب 5 في 3.76 وهتقسمهم على هتضرب بس كده، ما ال N2 هنا هي نفسها ال N2 هنا، يبقى 5 في 3.76 الرقم اللي هتعرف تحطه هنا. ده كده باختصار ازاي ان انت توزن معدل الكومبشن. الثيوريتيكال اير فيول ريشيو عشان نحرق البروبان ده تعال نحسبها، بتساوي الماس بتاعت الاير على الماس بتاعت الفيول. عشان احسب الماس بتاعت الاير هي عباره عن ايه؟ انا عندي 5 مول من الهواء، يبقى 5 مضروبه في ايه؟ مضروبه في ال 4.7 ده الايه؟ ده المول ايه؟ نمبر اوف مولز بتاعت الهواء نفسها، مضروبه في المولوكيولار ويت بتاع الهواء ده كده الايه؟ الماس بتاعت الاير. طيب مقسومه على الام فيول، الام فيول لو انت حسبت نفس الحسبه ديت للوقود هتطلع لك، طبعا انا عندي هنا واحد نمبر اوف مول بتاع الوقود، ولو حسبت نفس الحسبه هنا شوف الاتش، شوف الاتش والسي ضربه في 3 وضرب هنا في 8 هتطلع لك ب 44، هتطلع في الاخر 15 15.6 كيلو جرام اير على كيلو جرام كويس. يبقى عشان احرق كيلو جرام من البروبان محتاج 15.6 كيلو جرام من الهواء. في مصطلح اسمه اللين ميكشر. طيب انا لو عندي ده كده النسبه النظريه عشان احرق البروبان، طب لو النسبه دي زادت عن 15.6 اسميه لين ميكشر. لين ميكشر يعني ايه؟ يعني انا عندي هواء زياده عن الكميه النظريه المطلوبه الاير تو فور ثيوريتيكال اير تو فور ريشيو. طيب لو الميكشر فيه الكميه دي اقل، الكميه دي لو قلت معنى كده ان في وقود بزياده، في وقود مش هتحرق، بنسميه ريتش ميكشر. ريتش يعني غني، غني بالوقود. ريتش ميكشر معناها ان الاير تو فور ريشيو اقل من الاير تو فور ثيوريتيكال، الحقيقيه اقل من الثيوريتيكال. اللين ميكشر الحقيقيه اكتر من الثيوريتيكال. طبعا دي افضل، اللي هي اللين ميكشر دي افضل عشان يحصل كومبليت كومبشن. اما دي ريتش ميكشر دي بيحصل عندي ايه؟ ان التفاعل ما بيبقاش كومبليت، وبالتالي بيطلع لي السي او وبيطلع لي انبرند هيدروكربون، بيطلع لي وقود غير محترق. في بعد كده مصطلح اسمه ديو بوينت تمبريتشر. ديو بوينت تمبريتشر او نقطه الندى، نقطه الندى زي الندى اللي انت بتصحى الصبح تلاقيه متكون على العربيه او متكون على النباتات. ده جه منين؟ ده جه من الاتموسفير. الاتموسفير فيه بخار ميه، لما درجه الحراره تقل عن درجه الحراره الخاصة بالضغط الجزئي للبخار تبدأ تتكثف المية. نفس القصة لو انت جبت كوباية مية ساقعة وحطيتها بالذات في الصيف، يعني حطيتها فيه على الترابيزة او على المكتب، هتلاقي بتشبر وبتكون عليها مية من الهواء. المية دي جت منين او نقط المية دي جت منين؟ نفس القصة، درجة الحرارة بتاعت المية اللي في الكوباية اقل من درجة الحرارة بتاعت البرشر بتاع البخار اللي في الهواء، فبيبدا ايه؟ يحصل ايه؟ تكثيف للبخار الموجود في الهواء على الميه. طيب تعالى نشوف تعريفها ديو بوينت تمبريتشر. تعريفها it is the saturation temperature at partial pressure of the water vapor. انتوا عارفين طب ايه ليه بندرس النقطه ديت؟ علشان انتوا عارفين ان من ضمن البرودكت او النواتج بتاعه الاحتراق الميه ال H2O، فعشان كده مهم جدا ان احنا ندرس الموضوع ده. طب اهميته في ايه؟ اهميته ان انا درجه الحراره ما توصلش للديو بوينت تمبريتشر. لو درجه الحراره وصلت للديو بوينت تمبريتشر هيبدا يتكون عندي، يتكثف عندي ايه؟ البخار. لو اتكثف عندي البخار هيذوب فيه الملوثات، وبالتالي هتعمل لي تاكل للايه؟ للمدخنه، تعمل لي تاكل للشكمان بتاع العربيه، تعمل لي تاكل لاي حاجه بيمشي فيها الايه؟ العوادم. وبالتالي لازم احافظ على ان الحراره بتاعت المكان اعلى من الديو بوينت تمبريتشر. يبقى ده المصطلح ده مهم جدا اهو. ذا تمبريتشر تروبس بلو ذا ديو بوينت تمبريتشر ذا ووتر فيبر بيجنز تو كوندنس. ذا كوندنسيت يوجوالي كونتينز كوروسيف اليمنت، فيها مواد بتعمل تاكل. اند ذس it is often important to ensure that the temperature of the product does not fall below the dew point temperature. طيب البرودكت بتاع الكومبشن دايما فيها H2O وفيها CO2. طب لو التفاعل مش كامل بنقول عليه incomplete combustion،
بيبقى التفاعل بينتج فيه السي او زياده والسي والاو اتش وساعات الاتش 2. كل ده بسبب ان ايه؟ ان كميه الهواء اللي دخلت للتفاعل مش كافيه للاحتراق، اقل من الايه؟ من الثيوريتيكال اير او الستوكيومتريك. ثانك يو فور يور اتنشن. ان شاء الله نكمل المره اللي بعدها، وبالتوفيق ان شاء الله.